أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأها معكم بأهم العناوين. نيابة الأنبا بولا يعلن في مؤتمر صحفي ترتيبات حفل تنصيب قداسة البابا تودروس الثاني. مقرر لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية يعلن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور قبل 19 نوفمبر. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. اجتمع المجمع المقدس اليوم لبحث الترتيبات الخاصة بحفل تنصيب قداسة البابا تودروس الثاني يوم 18 نوفمبر الجاري. وعقب انتهاء الاجتماع عقد نيافة الأنبا بولا مؤتمرا صحفيا لإعلان هذه الترتيبات، وإليكم جزء من تفاصيل المؤتمر. أولا بالنسبة لحضور الضيوف، ومعذرة في عبارة الضيوف لأن الكل وبدون استثناء أصحاب مكان. بالنسبة لأصحاب المكان، ضيوفنا من ممثلة طوائف من خارج مصر، تشكلت لجنة للبروتوكول سبق الإعلان عنها وخاطبت جميع كنائس العالم وفتحت بوابة إلكترونية لتقبل رد الفعل من جهة المشاركة من عدمه، من جهة عدد الحضور والدرجة الكهنوتية أو الرتبة الكهنوتية لكل منهم، وبالتالي سيتم تجهيز كل ما يعبر عن شعب مصر من كرم الضيافة، بدءا من استقبال في قاعة كبار الزوار في المطار للكل. ومن هنا وقبل أن تبدأ هذه المرحلة أسجل شكري مسبقا لتعاون القائمين على مطار القاهرة الدولي في هذا الأمر. سيستقبلوا بتكريم مصري من المطار، ثم في تنقلاتهم وإقامتهم ستراعي ذلك بكل تكريم لجنة البروتوكول. أنه يسعدنا تشريف الأحباء من القيادات السياسية والحكومية والمحافظين والأيئات وأعضاء المجالس النيابية والأحزاب في احتفالنا بتنصيب قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح الأحد الموافق 18 نوفمبر 2012. وعلى من يرغب في المشاركة بالحضور، التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني، ومن يريد وعليه انه يبعت اسمه وصفته وتليفونه الخاص عشان نتواصل مع بعض في هذا، في موعد اقصى مساء الحد، مع شرط الا يزيد تمثيل اي هيئه او جهه من الجهات عن 3. بالنسبه برضو للاباء الكهنه والشمامسه، لن يسمح بدخول منطقه طقس التجليس ولا الهيكل إلا لكهنة بالاسم وشمامسة بالاسم، والأسماء والعدد يحددها نيافة القائم مقام أطال الله عمره الأنبا باخوميس. هنا وفيما أنا أذكر تفاصيل احتفالنا، لازم أذكر أمرين كلفنا بيهم قداسة البابا تودروس الثاني. الأمر الأول نقله عن قداسته نيافة الأنبا باخوميس الآن، وأرجو أولادي في الصحف يعذرونا في هذا، يناشد أبناء الكنيسة ويرجوهم أن يحافظوا على نظام عاشه على مدى 15 سنة وهو أسقف، على مدى 15 سنة لم توجد احتفالات لرسامته
ولم توجد ولم يسمح بتهاني في الصحف لرسالته. النقطة الثانية والهامة جدا، ما من مرة تقابلت مع إعلاميين إلا وسألوني سؤال، هتعملوا إيه في لائحة 57؟ أنتوا خدتوا تعهدات على الآباء اللي هيخشوا القرى عشان يغيروا اللائحة؟ الحقيقة قداسة البابا تودروس فاجئنا كلنا النهاردة، طالب بامتداد عمل لجنة الترشيحات رغم ان عملها قد انتهى بالفعل. طب هتعمل ايه لجنة الترشيحات؟ قام بتكليف لجنة الترشيحات بالاستمرار ولكن لهدف اخر، وهو البدء في عمل مشروع لائحة جديدة لاختيار البابا. باسمكم كلكم نجدد التحية، ومرة أخرى نستكمل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية. كشف دكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية أن المسودة النهائية للدستور سيتم الانتهاء من وضعها قبل 19 من نوفمبر الجاري، وأكد أن الانتهاء من وضع الدستور النهائي سيكون مع نهاية الشهر الجاري. وأوضح محي الدين أن الجمعية ستبدأ خلال الأسبوع المقبل المناقشة النهائية للمسودة الأخيرة للدستور، ليبدأ عقب ذلك التصويت على المواد داخل الجمعية. من جهتها طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، معتبرة أنها انحرفت عن غرضها المنشود ولكون أغلب الأعضاء فيها من تيار الإسلام السياسي. نفى المتحدث الرسمي قيام اللواء أحمد جمال الدين بتسليم الرئيس محمد مرسي قائمة بأسماء 7000 عنصر جهادي ينتمون لتنظيم القاعدة بسيناء. وأكد المتحدث أن كل ما نشر في هذا الشأن عار من الحقيقة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سبق وأن أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ضرورة قيام وسائل الإعلام بإيضاح صفة المصادر الأمنية التي تنسب إليها الأخبار الصحفية. وكانت إحدى الصحف قد نشرت أن وزير الداخلية سلم تقريرا إلى الرئيس مرسي بقائمة تحتوي على 7000 عنصر إجرامي من العناصر الجهادية بسيناء. قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم حجز قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وستة آخرين للنطق بالحكم إلى جلسة 6 يناير المقبل. وتتمثل الاتهامات في التربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. وانتهت المحكمة في جلسة اليوم من الاستماع إلى مرافعة الدفاع الذي قدم 10 مذكرات دفع فيها بانتفاء القصد الجنائي المتمثل في جريمة الإضرار بالمال العام. يصل وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى تركيا اليوم في زيارة ينقل خلالها رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره التركي عبد الله جول، كما يجري لقاءات مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أغلو حول تطورات الملف السوري والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وتتضمن مهمة عمر الإعداد لزيارة رئيس الوزراء التركي للقاهرة المقررة يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري. وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورا إيجابيا. وشدد أغلو في مداخلة له أمس أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل على تصميم حكومته على التعاون مع مصر من أجل إطلاق خطة عمل مشتركة والتأسيس لمجلس استراتيجي للتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال إن تركيا ستقدم إلى مصر قروضاً إنمائية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات إصلاحات سياسية وتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي. ومن أخبارنا الاقتصادية، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع لمؤشراتها الرئيسي ليربح رأس مالها السوقي نحو 887 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84%، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تراجعا بنسبة 0.27%. وشهد أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 0.5%. وإلى العنف في سوريا، حيث أفاد ناشطون بسقوط 39 قتيلا على الأقل اليوم في أعمال عنف بحمص ودرعا. يأتي هذا فيما سيطرت كتائب غرباء الشام التابعة للجيش السوري الحر على معبر رأس العين الحدودي مع تركيا. من ناحية أخرى، أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر أن المنظمة عاجزة عن مواجهة تفاقم الوضع الإنساني في سوريا. وقال ماورر: لا يمكننا تطوير عملياتنا بسرعة كافية لمواجهة تفاقم الوضع الإنساني هناك، مشيرا إلى أن دخول مناطق عديدة ما زال مستحيلا. التقى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدة وبرهان غليون وعددا آخر من أعضاء المجلس، وذلك على هامش مؤتمر المعارضة السورية في الدوحة. وأكد الوزير خلال اللقاء الأولوية التي توليها مصر للتوصل إلى رؤية موحدة للمعارضة السورية في أقرب فرصة، وتطلعها إلى أن يحقق مؤتمر الدوحة تقدما منشودا في هذا الشأن. وشدد عمرو على مواصلة مصر لما تبذله من جهد من أجل توقف نزيف الدم في سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري. وفي السياق ذاته، انتخب المجلس الوطني السوري اليوم قيادة جديدة، إلا أن اختيار المكتب التنفيذي والرئيس قد أجل إلى غد الجمعة. واختارت الهيئة العامة للمجلس الذي يعد الكيان المعارض الأهم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الأعضاء 40 الجدد في الأمانة العامة خلال عملية اقتراع في الدوحة. وسيقوم أعضاء الأمانة العامة بدورهم باختيار 11 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي الذي سيختار الرئيس الجديد للمجلس. حكم على منتج الفيلم المسيء للإسلام والذي تسبب في احتجاجات واسعة في عدد من الدول بالسجن عاما واحدا لانتهاكه شروط إطلاق سراحه في مخالفات سابقة. وسيقضي مارك باسيلي يوسف البالغ من العمر 55 عاما فترة سجنه في سجن فيدرالي بعد أن أقر بأربع تهم من بينها استخدام هويات مزيفة وانتهاك شروط إطلاق سراحه بعد إدانته بعمليات نصب على أحد البنوك في عام 2010. واعتقل باسيلي في سبتمبر الماضي بعدما أثار فيلمه موجة عنف في الشرق الأوسط أودت بحياة أكثر من 50 شخصا بينهم السفير الأمريكي في ليبيا. ضربت توابع زلزالية عديدة غواتيمالا في أعقاب الهزة الأرضية القوية التي ضربت منطقة تقع قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادي أمس، وبلغت قوتها 7.4 على مقياس ريختر. وأسفر الزلزال عن مقتل 48 شخصا على الأقل وتدمير منازل وسيارات وطرق، حيث دفن معظم القتلى تحت الأنقاض في ولاية سان ماركوس، كما انقطعت عن حوالي 73 ألف شخص. ويعد هذا أقوى زلزال يضرب غواتيمالا منذ عام 1979 عندما قتل زلزال بلغت شدته 7.5 درجة أكثر من 20 ألف شخص.
وإلى أخبار الرياضة، حيث أوقف سلتك الإسكتلندي سلسلة انتصارات برشلونة الأسباني في دوري أبطال أوروبا عندما هزمه أمس بهدفين مقابل هدف في منافسات المجموعة السابعة. وفاز تشيلسي الإنجليزي على شختار دونستيك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بينما حقق يوفنتوس الإيطالي أول فوز له بالبطولة على حساب نورشيلند الدنماركي برباعية نظيفة. وتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور 16 بعد فوزه على سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي البطولة نفسها تقام اليوم 24 مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة. مشاهدينا الكرام، بأخبارنا الرياضية نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. نشكركم وإلى اللقاء.